لأنه الموضة والمجوهرات شغف وعشق كبير بالنسبة إلها من سنوات طويلة، ولأنه قدرت بتصاميمها وذوقها الرفيع تحقق بصمة مميزة بهالمجال، افتتحت جيهان علامة زوجة السوبر ستار راغب علامة بوتيك جديد خاص بالمجوهرات بأسواق بيروت بعنوان جيهان جولري. وجوه عديدة حضرت حفل الافتتاح وباركت لعلامة مشروعها الجديد، أما كاميرا أغاني أغاني والزميلة جوانا يوسف فكانوا واكبوا الأجواء والتقوا علامة بها الدردشة الخاصة والعفوية اللي خبرتنا خلالها عن أهميتها اليوم بالنسبة إلها. أول شيء thank you for coming، مرسي لألكم عن جد مزينين هيك الكراود. هلأ جيهان جولري، هلأ نحن صرنا بداونتاون بيروت، نقلنا لهون يعني كنا دايما موجودين بس متنقلين، هلا اخذنا هيك شيء ثابت هون لحتى قدرنا ناخذ شيء مثل ما لازم. يعني الايفنت كتير اخذ وقت ليتحضر، والافتتاح اول شيء لفتحنا وعملنا السيت اب وكان كل شيء جاهز، قلنا خلص بهالوقت الناس موجودة، السواح موجودين، الدنيا صيف والعالم هيدا البيك تايم يمكن للجولري، فحبينا نعمل هيك شيء مهضوم. أثناء حديثنا مع علامة ابن خالد حب يفاجئها بحضوره وبهالمداخلة العفوية النابعة من القلب. قلها اليوم خالد للماما. أول شيء مبروك وإن شاء الله من نجاح لنجاح دائما، ومثل ما شايفين الحمد لله الحمد لله بكل شيء، بكل شيء متألقة وكل شيء يونيك الحمد لله، دائما بندعمها نحن دائما حديك دائما. شو اكثر شيء حبيته بالكولكشن؟ اي ستايل؟ اي حبيت الاساور فورمان، هلا فورمان بدنا نحكي ايه، عاملين لنا الاثنين مان اند وومن في ذا نيو كولكشن اللي هي بتجي دبل دي، سو هيدا اكثر شيء ليدي بوغ او اكثر شيء عم بلبسها. هيدي خالد اللي عم يشغل السوشيال ميديا بصوره وعم بيحقق استلطاف كبير من قبل الجنس اللطيف على وجه التحديد، حبينا نتعرف أكثر عليه فسألني مين الأقرب لتفكيره بين جيهان وراغب ومين الأهنى منهم. مين أهنى، جيهان أو راغب بالبيت؟ أهنى؟ هلا لا أنا كشاب يعني يمكن بقصص بتفق أكثر مع بهي لأنه أمي she's protective أكثر. معقولة يجي اليوم؟ أنا protective سمعتي. مفروض ايه جاي اليوم اكيد. هلا شوي بتلاقيه يلا اجى على الريد كاربت. بالوقت اللي بعض ابناء النجوم بفضلوا احتراف العمل الفني مثل اهلهم، هل بيفكر خالد بالسير على خطى والدته بتصميم المجوهرات بما انه الغناء مشروع بعيد كتير عنه؟ بحب الفاشن، انا بحب البس، بحب هيك، بس انه ما لي بالرسم يعني ولا بالله مش بالتصميم، بس انه بس عندهم ذوق. ايه عنا ذوق نحن. مين اكثر شيء متجه خالد هلا ما بين المجوهرات والفن؟ و متجه هلا لا فن لا مجوهرات اكثر، هلا ونشوف وين هالدنيا بتكبنا. هو بزنس اكثر، وخالد هلا عم بيدرس بالامريكان يونيفرسيتي لبنيز امريكان LAU، عم بيدرس بزنس، فاميلي بزنس، فاميلي بزنس. مش وحده خالد حب يحضر المناسبة ويبارك لأهله، فخيه الأصغر لؤي أيضا شارك بهالحدث، وبهالطريقة حب يقول مبروك لماما جيهان. بدي أقول لها مبروك والله يوفقها وبحبها كتير. للبابا كمان نفس الشيء. بتحب أكتر هيك بينات؟ لا أكيد نيناتهم ما في فرق. حبيت الكولكشن الموجودة كتير حلوة، بساعدها شوي بهذا الشيء أو بعيد كل البعض عن جولر؟ لا أكيد بساعدها بكل شيء، وكل شيء بقدر أعمل لها بعمله يعني. بتحب عالم الجولري أو لا؟ كتير بحب، بيعني لي يعني، وبحب أشتغل فيه بالفيوتشر. على عكس خالد، خالد قالنا أبدا ما بحب. أنا بحب. بالعودة لتفاصيل الحدث، سألنا جيهان عن أنواع الأحجار والمجوهرات اللي بتحب تحولهم لتصاميم مبتكرة. أكتر حجرة بتحبيها جيهان شو هي؟ وبصير راغب يهديك إياها وأنت بتحبيها على الصعيد الشخصي؟ عطول forever هي دايموند. ما تضيع وقتك. لا شك أنه السوبر ستار راغب عليه الداعم الأكبر لجيهان بكل أفكاره ومشاريعها، وبالتالي حضوره لهالحدث كان أمر بديهي. أما أثناء لقائنا مع جيهان فكانت كشفت لنا سر للمرة الأولى بيتعلق بكليب راغب الأخير اللي بعنا. مش ممكن ما نشوفك إلا ما نسألك شوي عن السوبر ستار راغب عليه، خبريني كيف كان رأيك بآخر كليب اللي بعنا، وهل ممكن التطول اللي شفناها على رقبته تجسديها كمان بشي جولوري؟ هلا بتعرفي شوية التاتو اللي عرقبته لاحظتي؟ يلا بخبركم التفصيل تاع التاتو، هي دبل اس سوبر ستار
So Superstar, it's a dynamic circuit يلي هي بتضل تبرم بلا نهاية. لا يضل إن شاء الله هو عطول Superstar. أول مرة عم نعرف سر التاتو، ما كنا نعرف قبل شو هي. أنت من ابتكارك الخاص؟ لا، بتعرفي راغب عنده تيم ورك طويل عريض عن جد، ما في خطوة راغب بيخطيها، يعني لا يقرر يحط تاتو على رقبته، هيدي بتكون مرقت على 5-6 لقرروا وكذا، وطبعا هو اللي بيقرر كمان انه حب الفكرة، ما في شيء بينعمل راندملي معه. السوبر ستار سرق كل الأضواء بحضوره لهالحدث، أما بداية لقائنا معه فكانت بمباركة خاصة لزوجته على مشروعه الجديد. بتمنى لها كل التوفيق، مبروك، كتير متابرة على شغلها، كتير شاطرة، كتير مزوقة، والمحل هذا كتير حلو، اللوكيشن بيطير العقل وبيلبق لأغراضها الحلوة، وكمان بقول إنه اليوم أي حدا بيفتح ببيروت بيكون عم ياخد خطوة كتير قوية وجريئة بهالأوقات. بيروت هي ملكة، يعني ملكة الذوق بيروت، ونتمنى إنه كل العالم يجوا يشوفوا، يجوا يزوروا كل بيروت وكل المحلات وسبيشال جيهان. بالحديث عن المجوهرات لفتتنا القلادة اللي لبسها راغب برقبته واللي بتحمل سر كبير رفض الإفصاح عنه، ولكنه كشف عن هيدا الموضوع. من وحي المجوهرات اليوم شو لابس راغب علامة برقبته؟ عم حاول أعرف شو مكتوب عليها بس ما عم بقدر. هي عملت لي إياها سبيسيال. بدنا نشوفها؟ لا بعد، لا هيدي فيها سر. رايبت هيدي معمولة سبيسيال برومو. راغب تعرض مؤخرا لحملة بشعة شككت بوطنيته بسبب عقده مع شركة إبلو للساعات، اللي اعتبر البعض أنه تعاونه مع العدو الإسرائيلي أمر بيفرض على راغب واجب الاستغناء عن تمثيله إلى كوجه إعلامي. فكيف رد على هالموضوع؟ القافلة تسير. معود كل ما بعمل، كل سنة بعمل عمل اثنين بكسر الأرض بيطلعوا لي كل مرة بشغلي، وبشفق عليهم لأنه بدل ما يكون بيلهم بنجاحهم بيلهم فيي، رح يطقوا رقبتهم قد ما عم يطلعوا فوق. بعد توضيحه للموضوع سألنا راغب ليه مش لابس ساعة إبلو اللي عادة ما بتفارق إيده. اليوم مش لابس إبلو، بس بلبس إبلو بحبها كتير. اليوم مش لابس إبلو لأنه يعني مش كل الأيام بلبس إبلو، بس هي من أحلى ساعات، واللي عاجبه عاجبه، واللي ما عاجبه يروح يدق راسه بالحيط. مع أنه أنا خلص عقدي، صار لي 7 أشهر خالص عقدي. أنا ما كان دفاعا عن عقدي، أنا كان دفاعا عن الحق ومنعا للزهر. على فكرة هيدي الحملة ريحتها عفنة. راغب كان كشف لأغاني أغاني عن تحضيره لأنابل غنائية جديدة، وخبرنا أكثر عن تفاصيلها وهل رح يكون في صبايا حلوين بالكليبات المقبلة. بعد يومين حتشوفوا غنية جديدة اللي هي يلا حبيبي، أو الرقصة المجنونة هي يلا حبيبي مع شي، هي أهم مطربة نيجيرية مهضومة كتير، وكوستي واحد من أهم البروديوسر بالعالم، وغنية صيفية 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 بامتياز، وفكرتها أنه يلا قوموا روحوا على البحر، روحوا انبصوا، روحوا رقصوا، عرفت كيف؟ هذا جوها وبتعلق كتير. كتب الكلمات اللي أنا غنيتهم للشاعر توني أبي كرم، صديقنا وخينا شاعر الكبير، وغنية أنا أينو أنك رح تحبوها كتير. ترقص فيها كمان مثل اسمها عنوانها رقصة الفراشة. شو بها رقصة الفراشة؟ شو بها؟ كمان اللي ما عاجبه يدق راسه في الحيط. بالحديث عن المودلز اللي بيرافقوا راغب بمعظم كليباته، زوجته جيهان كان عندها رأيها الخاص والعفوي. شو رأيك بالمودلز اللي كانوا معه بآخر كليب اللي بعنا وبكل الكليبات؟ بالشعين انت أحلى. شو ما جاب، وين ما راح جاب، يستفل يروحوا يجيبوا. كيف بتعلي جيهان على هيدا الموضوع؟ ما بتغارش ما بينات؟ لا دايما بقول له طب ما كنت جيب لك حدا احلى شوي، بعد قهره شوي. انت بتشوف المودلز قبل ما ينقي؟ انا عم جرب جيبهم من قد ما كلهم بيطلعوا بيشبهوكي. تختاري انت المودلز او لا؟ لا 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 لا، كنت اول ما تجوزت كنت شوي هيك اتدخل بالفيديو كليبس تاعو راغب، كنت حب، بس بتعرفي اخر شيء في تيم طويل عريض، يعني في الستيليست، في بس اهم شيء انه في الجولري. ما انتبهتي؟
ايه بكل الكليبات في جيهان، فهيدا الشيء بيبسطني. ايه ايه. الفنان اللبناني نادر الأتات حب يشارك جيهان وراغب فرحتهم، خاصة انه رح يكون في حفل كبير بيجمعوا براغب خلال الاسابيع القليلة المقبلة. اكيد بدي مقالد حبيبة قلبي والف مبروك، المحل هون كثير حلو وبتمنى لها من قلبي توفيق يا رب، وهي هيك بتعرف محبتها وإن شاء الله بتوفيق على طول. وأصلاً هي والسوبر ستار يعني نحنا هيك أصحاب وأحباب، وإن شاء الله هلأ في حفلة قريبة كتير كمان بالكامبينسكي أنا والسوبر ستار، بإذن الله هتكون كتير قوية وحنكون كلنا هيك عائلة واحدة. هيدا حبيبي، هذا خي صغير أكيد مع بعض. هي تركبت الحفلة لأنه نادر موجود، غير هيك ما كانت صارت الحفلة. يا حبيب قلبي أنت أنا للشرف وقف معه، حبيب قلبي أكون معه بالحفلة وشرف كبير، نجمنا وسوبر ستارنا كلنا. مش وحده نادر حضر الاحتفالية، أيضا الممثلة داليدا خليل لبت الدعوة. جاي أول شيء يقول مبروك لست جيهان لأنه إنسانة مثلها بريزنتابل وريسبكتابل وكتير حلوة، يعني بتستاهل دعم الكامل. وبدي أقول أنه اشتقت له لراغب لأنه من سلابريتي لليوم ممكن ما التقينا أو ما حكينا إلا مرة، وهيك بحب كون دايما متواجده يعني بكل شيء خاصه براغب. انت بالقلب. ثانك يو. جيتي او ما جيتي بالقلب بس بنحب نشوفك دايما. لا شك انه جيهان عليمي بخلق خط خاص لها بعالم الموضه والمجوهرات، امر لافت ان كان من ناحيه موهبتها او حتى من ناحيه دورها كسيده ناجحه بالمجتمع. ولكن هالامر ما بيخلينا نغض النظر ايضا عن انجازها الاكبر بالحياه، وهو دورها كأم بتاسيس عائله نموذجيه راقيه. ما قدر الفن وزواربه يأثر على استقرارها بيوم من الأيام. We love you. We love you, Gian.